انا شايف ان اللي حصل امبارح، طالما هي الناس سخنت شويتين اهو بقى معانا ناس كتير، انا شايف اللي حصل امبارح ده تحس انها حاجه مدروسه، حاجه متحضر لها، تحس ان الموضوع مش قلبه وقومه، يعني مش حدث حصل والناس بقى ارتبكت وبقى حد يروح يمين ويروح شمال ومش عارف ايه وبتاع. لا انا يعني حسيت ان ايه، حاجه ممنهجه كده، خبر نزل بعديه بنص ساعه، صحيفه تانية قامت منزله بعديه بنص ساعه، السوشيال ميديا بتاعت كمال اجسام قامت منزله بعديها، مفيش ب 45 دقيقه من بعد الخبر الاولاني ولا 50 دقيقه ولاقي ان صفحه اولمبيا الرسميه بتنحي شون رودن من مشاركته في اولمبيا خالص ويشيلوه من المجلات وبتاع مش عارف ايه. والموضوع هو ما فيش قضيه لسه حصلت، ده تحقيقات. انا ممكن حد يعني بكره يتبلى عليا والموضوع ينزل في الاخبار، مش عشان لا مش شهره وبتاع، بس اي حاجه اتبلت عليا فالموضوع نزل في الاخبار فلاقيني مثلا ايه اتعزلت من شغلي واتعزلت مش عارف من ايه عشان خاطر ان انا حد اتبلى عليا. انا مش بحامل شون رودن، شون رودن اللي هو لا جوز اختي ولا ابن خالتي ولا يعني تربطني بيه علاقه هاي باي وخلاص، يعني الراجل بيكن احترام وتقدير وانا بكن له احترام وتقدير وراجل ذوق يعني، بس حسيت ان الموضوع ممنهج قوي قوي قوي، يعني التصارع والتفاعل بتاع الموضوع بوم 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 عشان ايه نشيل شون رودن من اولمبيا. بس في نتيجه تحليل الدي ان ايه، يا كبير الكبارات تعالى بس بص كلامي قصاد كلامك، انا وانت يا عم اتخانقنا في مكان مقفول علينا ورحنا، انت رحت عملت محضر في الاسم واشتكتني، ما انا لسه انا لغايه دلوقتي لسه ما حدش سمع كلامي، انا لغايه دلوقتي لسه ما حدش استجوبني، انا لسه ما حدش عمل لي اي حاجه، انا مرشح المحكمه، فانا زي ما بيقول عندنا في مصر هنا يعني الـ المتهم او المشكوك فيه هو بريء حتى تثبت ادانته عن طريق المحكمه، حكم المحكمه خلاص بقى، ما هو تثبت ادانته بعد ان المحققين يقدموا الادله اللي معاهم ويبقى في خلاص ثوابت بقى، ما ينفعش خلاص ان الشخص ينكر عليها يبتدي بقى يلبس الموضوع خلاص. وانا مش بدافع، لو شون رودن فعلا شخصيه فعلا، انا مش عايز اقول الكلمه لان انا بحسس ان انا بسيء للعبتي، بسيء للعب كمال اجسام، مش عايز اقول اللي هو الفعل اللي هو عاملين له المحضر عليه يعني او المشكله عليه قائمه يعني. انا اتعاملت من البني ادم ده، البني ادم ده يا جدعان عامل كده في حاله كده وطيب اخي القضيه من 2018، حبيبي من 2018 عشان هو خد اولمبيا وبقى مشهور وبتاع، وده اللي بيحصل مع اغلب لعيبه الكوره وبيحصل مع اغلب المشاهير وبيحصل. وهقول لك انا يا عم لا مشاهير ولا نيله، انا بيجيلي كل يوم رسائل شمال على الانستجرام، عندي رسائل شمال الشمال وصور لناس يعني بيبعتوا البنات بتبعت صورها، اقسم بالله لو انا مش بني ادم بتخل يعني بتقرب بقى، مش بقولك ان انا طاقي وبتاع، لا انا برضو ملعب وبتاع وكده وبنهزر وبنضحك وكل حاجه، بس لو انا انسقت لانواع من الرسائل دي انا اتمسك عليها حاجات اتنفخ بعديه. يا جماعه في ناس بقت شغلانتهم ياكلوا عيش مام بياكلوا مام من المواضيع دي. شون رودن انا شفته وشفت علاقته بمراته وبنته، بيحب مراته جدا وبيحب بنته جدا، وبني ادم يعني انا بصراحه انا مش مصدق ومصدوم، ودي وجهه نظري اكاد اكون غلط يعني، بس انا شايف ان البني ادم ده معمول عليه ملعوب، دي وجهه نظري، ده بني ادم معمول عليه ملعوب جامد. واشمعنى لما هي القضيه من 2018 اشمعنى طلعت قبل اولمبيا بتسع اسابيع ولا 8 اسابيع؟ اشمعنى عشان نشيل شون رودن من اولمبيا عشان يخلى الجو لواحد بعينه، واحد قصير ما ينفعش يبقى اولمبيا اصلا، واحد قصع ما ينفعش يبقى اولمبيا. ولو خد اولمبيا انا هبطل ام اللعبه دي مش عايزها،
والله حاجة تحرق الدم أقسم بالله. أحسهم فبرك والله. أنا الموضوع ده معمول فيلم هندي عشان خاطر يستبعدوا شون رودن، ده اللي أنا شايفه. أنا كان من وجهة نظري أقوم داخل على شون رودن، عم الحاج أنت خدت أولمبيا واسمك اتحفر في التاريخ، خد المبلغ ده واخلع، ده اللي أنا أفهمه. لكن أشهر بيه ودمر له حياته، عنده بنت ما شاء الله عليه بنوتة قمر، خشوا اتفرجوا على لحظة التدويك بتاعته في 2018، بنوته قمر ما شاء الله عليها، أنا شفتها في الحقيقة زي القمر. ومراته الله أكبر عليها، ست يعني ربنا يزيدها. طب قول لي شون رودن اشمعنا في 2018 انحرف؟ اشمعنا في 2018؟ ليه ما انحرفش قبل كده بقى 2017 و16 و15 و14 ومن ساعة لما لعب؟ بني آدم عنده 44 سنة هيروح يعمل الفعل اللي بيقولوا عليه انه عمله دلوقتي؟ هو ايه بعد ما شاب ودوك كتاب يا جدعان؟ ما لو الواحد منحرف من بدايته هيبقى منحرف على طول، خلاص هتبقى خلصانة منحرف. انا مش انا يعني، بس هو خلاص شخص منحرف فخلصنا والناس تتجنبه. شخصية ناجحة بقى ومش عارف ايه، الناس هتتجنبه في اي قصص ثانية، بس هو بني ادم نجح فبيستمر معاه في شغل. لكن انت جاي لي قبل اولمبيا بصراحة يعني حاجة تحرق الدم بطريقة، ايه يا عم ده؟ وبعدين انتوا خدتوا القرارات بناء على ايه؟ واستبعاده ومسحه من المجلات كلها ومسحه من البوسترات كلها ومسحه من كل حاجة. وهو اصلا انا مش بدافع عشان رودن، انا بدافع على المادة. مفيش حكم محكمة، البني ادم بريء حتى تثبت ادانته. انت ليه بتنهي تاريخ بني ادم بالمنظر ده؟ شون رودن 44 سنة يعني خلاص، كلها سنتين تلاتة وميرسي، مش هيكسب تاني، ولو عمل اللي مش هيكسب تاني. انت ليه بتعمل كده يا جماعة؟ انا بالنسبة لي انا شايفها من منظور تاني خالص. ده رمز لعب كمال الاجسام دلوقتي، هو رمز لعب كمال الاجسام، ما ينفعش اشوهه. انا بضر اللعبة، انا يعني بشانير اللعبة. على العموم كريس أسيتو رأيه من رأيك، اعتقد شركة مكملات اولمب بصراحة وهو شخصية محترمة. يا عمي انا مش مصدق بجد، انا والله العظيم الموضوع ده ما يخشش في ذمتي بنكلة، لان انا اتعاملت مع البني ادم وعارف عامل ازاي. والله اعلم انا ما بدافعش، يعني لو عمل الفعل اللي هم بيقولوا عليه ده وهو فعلا اثبت عليه الفعل ده، مش عن طريق موضوع الدي ان ايه السبب، لان هم الادعاءات بتقول ان خدوا عينات من حمض الدي ان ايه من على بعض يعني من على مناطق مختلفه على الجسد. فانت خدت من على مناطق. انا دلوقتي يا عم بقيت مستر اولمبيا، وهيجي لي واحدة واثنين وثلاثة واربعة، طب شوف البوز بتاعي، طب شوف مش عارف ايه، طب ابتدي بقى انا بقى بطل اولمبيا، فانا ايه امسك اظبط البوز، لا اقف هنا اقفي هنا، شد على العضلة دي، بقت ايدي على جسم البني ادم كله، بقى عنده احماض دي ان ابن بتاعتي عليه. انا مش بدافع عشان محدش يوم لما يتثبت عليه الموضوع محدش يجي يقول لي شوف بقى اللي انت كنت بتدافع عنه طلع بشمال. يا عمي انا هو مش جوز خالتي، انا بدافع عن لعب كمال الاجسام والمبدأ ان ده بني ادم بريء. خليني افضل في صفه لغاية لما تثبت الحاجة بقى عليه، او ما عامل ايه، او في اللحظة دي بقى امنعه من خلاص، الغي تاريخه من اولمبيا، الغي مش عارف ايه، اعمل ايه. طب انت دلوقتي وهو بريء، يعني هو ما اتحكمش لغايه دلوقتي، ما فيش حاجه اثبتت عليه وعملت معاه كل ده، امال بقى لما لو المحكمه برئته انت هتعمل ايه؟ هيبقى شكلك وحش قوي اللي عملت الحوارات دي كلها، هيبقى شكلك نيله يعني.
اللي هو ايه هترجع تقول له انا اسف يبالله ويشرب ميتها، ده ساعتها لو ما رفعش عليكم قضايا وبهدل الدنيا يبقى البني ادم ده عنده حاجه مش مظبوطه. انا اقسم بالله مش مصدق بصراحه لغايه دلوقتي، انا مش مصدق ومش مقتنع، بس هو انا كلمتين كانوا حرقني بصراحه من يعني من امبارح بالليل، وقلت انا هطلع اقولهم ورزقي على الله، اللي عايز يزعل مني يزعل، اللي عايز يجي في صفي يجي، اللي عايز يقتنع بحاجه يقتنع، انا لا طالع ادافع عن حد ولا طالع اطبطب لحد ولا لا ليا مكسب ولا شون رودن لا هو ساكن في الحاره اللي ورانا ولا اي حاجه، لكن انا بدافع عن ان ده رمز لعبة كمال اجسام في 2018 وهو اللي شايل اللقب دلوقتي، فاشوه لاعب كمال اجسام اقول ان هو بني ادم من اللي هم يعني من الحاجات اللي بيدعوا بيه عليه، ما انا كده بشوه لعيب كمال الاجسام كلها يعني، فدي حاجه تحرق الدم. انا يعني خلاص اللعبه يبتدي يتبصلها دول اللعيبه دول مش تمام، دول اللعيبه دول مش عارف ايه. ف انا بصراحه مش فاهم انا مش فاهم الموضوع ده، انا حاسس الموضوع ده متفبرك وممنهج، اصلا ما ينفعش ينزل خبر بعديه مفيش بعشر دقايق ومنزل خبر على صفحه تانية وبعديه تبدا السوشيال ميديا بتاعت البادي بيلدينج الشمال اللي هي الصحافه الصفراء بتاعت البادي بيلدينج الشمال اللي بتدفع لها فلوس عشان تكتب وتقول عليهم بام 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 بام، ما انتوا كنتوا من نص ساعه بتمجدوا في شون رودن وشون رودن مش عارف ايه وشون رودن اللي في سنه 34 بتاع 43 سنه خد اولمبيا والسن ملوش ارقام وخدتوه قدوه وعملتوه، فجاه قمتوا دايسين على كل اللي انتوا قلتوه ده وهو لسه ما اتحكمش وما اثبتش عليه حاجه وما بدافعش عنه، والله ما بدافع عنه، بس انا بدافع عن المبدا المتخلف. اعلي بني ادم، عارفين الفيلم بتاع مرجان احمد اسمه ايه السفاره في العماره بتاع عادل امام؟ في ثانيه كان بطل ومناضل وفي ثانيه خلوه خاين وعميل، وهو نفس الشخص، لا عمل حاجه كده ولا عمل حاجه كده، هو الناس اختارت انها تخليه بطل وان هي الناس اللي اختارت تخليه خاين وعميل، فهو ده نفس اللي حصل مع شون رودن بصراحه يعني. حاجة بصراحة أنا مش مصدقها، لعبة كمال لعبة كمال الأجسام واللعيبة اللي فيها ناس محترمة ناس نظيفة، اللعبة دلوقتي ما بقاش يتقال عليها لعبة الفقراء والغلابة، لا اللعبة بقت لعبة الأغنياء كمان، لعبة الناس ال A كلاس هم اللي بي يعني ابتدوا يستثمروا في اللعبة، والناس اللي ابتدت تشتري سبلمنتس والناس اللي مش عارف ايه والناس اللي بتشتري سترويد والناس اللي بتسافر تحضر ماتشات برة والناس اللي بتسافر تلعب بطولات برة، فاللعبة بقت غنية، ما نجيش نخربها بغبائنا، مفيش ام بتاع محكمة اتحكم عليه بيها، مجرد تقرير. انا وواحد صاحبي اتخانقنا دلوقتي في اي مكان، هو راح عمل لي محضر وانا ما عملتش محضر، خلاص بقيت انا الجاني؟ ما يمكن انا اللي اتضربت وخلاص كبرت دماغي يا عم، انا يا عم جبان ومش عايز اروح اعمل محضر لصاحبي، وصاحبي ايه خاف بقى لان انا اروح اعمل محضر قام عامل لي محضر في الاول، يبقى خلاص انتوا صدقتوا صاحبي وما انتوا محدش شاف فيكم حاجه، او مسح تاريخ بني ادم، لا ده مش هيشارك في اولمبيا تاني وانا هشيل اولمبيا وهنشيل اللقب وهنشيل من المجلات وهنشيله من الصور وهنشيله ما تشيل اللعبه بالمره يا عم، انت كل اللي بتعمله ده قبل اولمبيا بثمان ايام عشان تفضي بثمان اسابيع عشان خاطر تفضي مكان لواحد بعينه الازعه، ولو الازعه كسب يبقى على اللعبه دي يا رحمن يا رحيم، لو الازعه كسب يبقى على اللعبه دي يا رحمن يا رحيم، اقسم بالله حاجه تحرق الدم يا جدعان، اقسم بالله حاجه تحرق الدم، خليك ستريت فورورد، خش عليه ما تشهرش بحياته وتدمر له دنيته، خش عليه احنا مش هنديك اولمبيا تاني عشان احنا عايزين نديها لواحد تاني، خد بقى فلوس يا معلم واخلع. اقول لكم عيوب شون رودن ما ينفعش يبقى ليه حامل لقب اولمبيا لفتره طويله، وهقول لكم ليه، شون رودن غير متكلم، شون رودن بيحضر جيست بوزنج بأسوأ حالاته، شون رودن غير يعني ما بيروحش للناس، هو مش غرور، في فرق ما بين فيل وفي فرق ما بين شون رودن، فيل غرور انا هنا، لكن شون رودن
بني ادم خجول ما بيروحش للناس، بيستنى الناس تيجي له ويسلم عليها بترحاب. مش زي كاي جرين، كاي جرين مهاجم يخش في وسط الناس على طول. انت مش عايزه عشان خاطر لا هو لبق ولا هو بيتكلم ولا هو بيعرف يعمل دعاية ولا هو مش عارف ايه. يا عم على راسي يا عم، انا موافقك ومعاك. شون رودن بصراحة ما ينفعش يبقى المثل الاعلى بتاع لعيبه كمال اجسام، لسبب ان هو لا عنده سوشيال ميديا ولا هو عنده انستجرام وعنده رقم وبتاع، بس قارنه مثلا بتامن مستر اولمبيا ولا حاجه، هتلاقي السوشيال ميديا بتاع تامن مستر اولمبيا ولا تسع مستر اولمبيا اقوى من شون رودن. فيل بيعرف يتكلم، فيل باورفول، فيل عنده ايجو، فيل بيعرف يوصل لك ان لعب كمال اجسام مهمة وشيء رهيب وبيفايت عليها وبيقاتل وبتاع. شون رودن ما عندوش الحتة دي، وده شيء ما يعبوش. في بني ادم، انا هقول مثال عليا، في بني ادم يعرف يمسك مايك ويطلع على المسرح يقوم 50,000 بني ادم قدامهم من على كراسيهم ويخليهم يتنططوا، وفي بني ادم تاني يطلع يمسك المايك يقول مساء الخير احنا النهاردة عندنا بطولة يلا نبدأ. لا يعيب ده انه شاطر ولا يعيب ده انه غير شاطر في اللي هو بيعمله، دي بتبقى مواهب من عند ربنا. لكن ما دمرش حد بني ادم، وما شوهش لعبة كمال الاجسام، وما ساعدش في تشويه لعبة كمال الاجسام. يعني انتوا يا بتوع كمال الاجسام، وانا بتكلم على البرو ليج، انا اسف، بتساعدوا وبتنشره وبتعمله لعبة كمال الأجسام اللي الناس بتستخدم فيها هرمون وممكن تموت نفسها، ودي تجارة شمال تحت الترابيزة، ورحت افتريته على واحد هو بيعملش حاجة، والله أعلم انه عمل ولا ما عملش. انتوا بتساعدوا الناس انها تأذي نفسها. في ناس ما بتعرفش تستخدم السترويد وبتعمل سترويد أبيوز، بيدمروا صحتهم وحياتهم عشان عندهم حلم ان هم يبقوا ابطال. انتوا بعتلهم الوهم، انتوا بعتوا الوهم للشباب. اولمبيا دلوقتي بقت بتكسب بالبزنس، هتنفست كام، هتصرف كام، هتعمل كام جوه المنظمه بتاعت البرو ليج عشان خاطر نكسب لك اللعيب بتاعك. ما بقتش عضلات. لو بالعضلات رامي كان واخد اولمبيا من 2016، لو بالعضلات. اللعبة باظت، اللعبة باظت وسخفت وبعد بها تقيل، يعني حاجة بقت قلة أدب وسفالة بأمانة الله. أنا آسف طبعا إن أنت تشوفوني في موقف زي الحرقة دي وبتاع، يعني أنا بحبش أظهر بالمنظر ده، بحبش حد يشوفني وأنا متعصب ومتنرفز ولا أي حاجة، بس أقسم بالله الواحد بيطلع عين أمه عشان خاطر يضم لاعب، يضم بني ادمين ثلاثه من اللي حسب الكنبه اللي هم بعيد عن لعبة كمال الاجسام ولا الرياضه دي، ولا بنحاول نلم الناس عشان نجمعهم على لعبتنا ونكبر من لعبتنا ونخلي يبقى المستثمرين يقدروا يبصوا في لعبتنا ويبقى عندنا لعيبه وعندنا مش عارف ايه وعندنا مواهب وعندنا اللعبه نفسها اللي بنحبها، ويجي اللي قاعدين على الكراسي بتوع اللعبه هم اللي دمروها. بتنفروا الناس مننا، بتخلي الناس تنفر. حد بيقول لي ليش بتتهرب من الاجابه؟ عمري ما اتهربت من حاجه، اسالني السؤال وانا ارد عليه تاني، ما بتهربش. سخيف قوي الكومنت ده بصراحه، يعني تستفزني عشان ارد عليك، سخيف قوي الكومنت ده. انت شفتني اصلا رديت على اي كومنتات من التانية؟ انا كنت بس عندي كلام جوايا مخنوق عايز اقوله يعني، فما كنتش بقرا، بس اكتب ابعت لي اي سؤال انا برد على اي سؤال في العالم يعني.
انا ما اعرفش رامي هيعمل السنه دي، مش عارف. رامي تمام يا جماعه، رامي بيتمرن، رامي واخد باله من نفسه وبيتمرن والحمد لله. انا بس مش عايز اخلي اللايف ده مرتبط برامي، خلينا بس في الحته بتاعتنا، مش عايزين يعني مش عايزين نتكلم على رامي في حته تانية في لايف تاني. خلي رامي بعيد عن الموضوع ده دلوقتي. فاني فوتبول، this is why I'm so angry and I'm so pissed off from his situation because I don't believe that this guy do that. I think this is a play on the guy to kick him out from Olympia to give the stage for somebody else. This is what I believe. Where is Rami? Rami في الكويت. إنزين ما عليه رد الله يحفظك. طب أرد على إيه؟ خبرنا على رامي بما إنك كوري. أنا معرفش حاجة عن رامي بقالي أسبوع، معرفش، مش عارف. رامي بيتمرن يوميا، رامي ماشي على الدايت بتاعه، رامي بيتحول، بيشيل اوزان تقيله، رامي الحمد لله قوي جدا جدا جدا، وربنا يديه الصحه والسعاده والسلامه وييسر له اموره. ده اللي انا اعرفه لغايه دلوقتي، يعني لغايه دلوقتي، لغايه وقتنا هذا يعني. بس بالله عليكم، بالله عليكم، بالله عليكم، خلينا بس، خلي رامي بره الحلقه دي اللايف ده، وخلينا في اللايف، في لايف تاني نبقى نتكلم عن رامي. حرام لي اللي عامله شون رودن، كله كذب طبعا. اندرو كله كذب فعلا، انت بتقول صح. It's because he's 44 years old. I don't think so because he's 44 years old. No. To be honest with you, شون رودن is not very good ambassador and this is nothing bad against him. He doesn't speak. He's not like influencer. He's not like a role model. He was a role model in one thing, that he get Olympia and be Mr. Olympia in 43 years old. He was role model in that. He proved it for us that the age is just a number. You can achieve whatever you want to do in your life if you just believe and you work for it. This is was the historical moment, and it was a history really when he win Olympia. But for the business, Sean Roden is not so good. He doesn't speak. He doesn't have very big social media. He's not showing in the guest posing in good condition. So in this case, the people just like, he's not like Phil Heath. Phil Heath, he's a good speaker. He have ego. He can makes you believe that bodybuilding is everything on earth. He have the talent to say that. He have the mentality to do that. It's a play to make Brandon Corey winning the Olympia. والله العظيم انت بتفهم. البني آدم ده بيفهم يا جدعان. والله لو احط لك البن بتاعك، يا احط لك كومنت بتاعك بن. البني ادم ده بيفهم. انا مش عارف اقرا اسمك يعني، مكتوب بالفرانكو مش عارف اقراه. عن اد تقريبا، عن اد. اقسم بالله انت بني ادم بتفهم. لو كسب يبقى على الرحمن يا رحيم عليك يا بادي بيلدينج. خلصت نقفل بقى ونروح، نروح نبيع بقى معسل. لازم اشيل الكونديشن والسيمتري من على المسرح. هو مش اكبر واحد على المسرح، وعضلاته مش الجامده قوي، بس سيمتري مع كونديشن هيز ويننج مستر اولمبيا. فلازم اشيله لانه خطر كبير، خطر، لازم اشيله. بوظ اعصاب اللعيبه قبل الماتش، دمر الدنيا قبل الماتش. هو ده البادي بيلدينج يعني؟ يعني انت مبسوط يعني بتاع البرو ليج؟ انت مبسوط باللي انت عامله؟
اخي اقسم بالله حاجة تحرق الدم. بتكلمش على فيل، وفيل احتمال ما ينزلش السنة دي لغاية وقتنا هذا، فيل احتمال ما ينزلش السنة دي. فأنا ما بتكلمش على فيل. انت بتقول فيل بيكسب دايما غصبا عن يعني غصبا على شون رود وغيره. اه اوكي، فيل is a gifted one، his muscle is round، عضلاته كلها مدورة، جيناته حلوة بتاع. مش دي نقطتي. انا ما بقولش كل اللي انا بقوله ده عشان مش كلام مش موجه على فيل. فيل لو واقف على المسرح لو لم بطنه وعمل الفتاة اللي هو خلاص ما لا يعني لا مش هيقدر يعملها، يعني سنه كبر خلاص، وده حاجة ايجينج خلاص. يعني هو الايج وصل بيه المرحلة دي، سنه وصل بيه المرحلة دي اللي هي البابل جات او المعدة المنتفخة. هو مش عارف يلمها خلاص، حتى لو عمل عمليات سنين مش عارف يلمها. فانا ما بتكلمش على فيل هيس، انا بتكلم على حد تاني. اسمه قصي تقريبا، قصي. انا مش عارف ارد على السؤال بتاعك اللي هو طب ليش براندن مش حد تاني. انا مش عارف ارد على سؤالك ده دلوقتي، هرد عليك بعد اولمبيا، بعد ما لما التمثيلية كلها تخلص هعرف ارد عليك. ليه؟ عشان يبقى عندي فعلا، يبقى كلامي اللي انا احنا النهاردة كام؟ احنا النهاردة باين 13 في الشهر، 13/7، فخلاص كلها تسع اسابيع او ثمان اسابيع، والسيناريو هيتنفذ وهنتفرج وهنشوف. لو انا كنت صح هقول لكم، فاكرين لما عملت اللايف 13/7 وقلت كذا كذا؟ لو ما حصلش. المهم عشان ما اطولش على الناس، وانا مش ما بحبش حد يشوفني في الحاله دي، وما بحبش حد يبقى يعني يتضايق ان انا متنرفز او كان رجع تاني. معلش مش عارف، عمل بوز لوحده ووقف. المهم عشان ما نطولش على الناس ونخليهم يبقوا شايفين واحد زي عمال يهوهو على الانستجرام ويضايقهم وبتاع، بس انا مع انتوا اخواتي، وانا بصراحه كان عندي كلمتين يعني مزنوين جوايا، ولا كنت لازم اخرج كلمتين دول، كنت هطلع لازم كلمتين دول كانوا يطلعوا عشان اعرف انام. لا بصراحه من الفيلم اللي انا شايفه من امبارح اقسم بالله ما عارف انام. الواحد بيشقى ويتعب ويطلع عين امه، برغم ان انا نكره بالنسبه للناس الثانيه، عشان نضم لاعبين ولا نضم اتنين جمهور ولا نضم اب وام يشجعوا اللعبه ولا يحسوا على ابنهم ان هو يروح يتمرن، بيطلع عين ابونا عشان نقدر نوجه الناس للعب كمال الاجسام. ويجوا بقى اللي قاعدين فوق لعب كمال الاجسام يقوموا خربينها، قال لك هنستبعده وهنشطبه وهنعمله وهنولع فيه ما تحكمش عليه في المحكمه. لما يتحكم عليها هتروح تغزه ولا هتعمل ايه؟ ولو المحكمة حكمت له بالبراءة دمرت حياته. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يلا يا جماعة انا اسف وبعتذر لكم جدا، وربنا يعني لو هو بريء يا رب يبرأه من اللي هو فيه ويعفو عنه، ويلطف ببنته الصغيرة ويلطف بمراته وكل أهله يعني، بس بنته الصغيرة عشان عندي بنات، يعني أنا عندي بنتين، فأنا دي من ضمن الأسباب اللي بتخليني، لأن في ناس كتيرة قوي الموضوع ده مستفزهم قوي. هو أنت ليه دايما تنزل صور بناتك وحاطط على وشهم اللي هي الإيموشن دي عشان تغطي وشهم وبتاع، عشان يوم لما أبوهم يخطئ ولا ابوهم حد يتبلى عليه ولا ابوهم حد يفتري عليه ما هم ما يشيلوش الطين، يبقى ما حدش يعرفهم ان هم دول ولاد هاني اصلا.
فالحمد لله يعدوا بسلام. الله يكون في عون مرات شون رودن في اللي هي في شايفاه دلوقتي، والله يكون في عون بنته، وربنا يقوي شون رودن على اللي هو فيه لو هو بريء، وربنا يفك له محنته، ويا رب يا رب كمان يخلي مراته تؤمن ببراءته لو هو بريء، وما تتخلاش عنه وتنفصل عنه يا رب. دي دعوة لبني آدم. أنا بكره الظلم، بكره أم الظلم، فأنا يا رب يكون هو مظلوم وربنا ينصفه. لكن لو هو يا عم جاني ولا أثبت عليه الموضوع، يعني خلاص بقى يعني كل واحد بيشيل شيلته بقى ومنه قدام ربنا يعني. وكلنا على فكرة بنخطئ، وكلنا عطاطين، وكلنا بنعمل حاجات وحشة، سواء مش بنات بس، بنعمل في ناس بتسكر، في ناس بتاخد مش عارف ايه، في ناس بتعمل ايه، في ناس بتسرق، في ناس مش عارف ايه، وربنا بيسترها ومواضيعها بتعدي في السر. فاحنا مش عايزين حد يتحكم عليه ولا يتهجم عليه بالكلام ولا يقول شوف مش عارف ايه ولا يعمل ايه. احنا كلنا خطائين وانا اولكم. فبالله عليكم لو الموضوع اتثبت عليه نهدي الليفل، بالله عليكم، مش عشانه، عشان لعبتنا، عشان لعبتنا ما تتضرش، عشان سمعتنا احنا ما تتضرش، عشان لاعب كمال اجسامه هو شايل الشنطه على كتفه وطلعان عين امه في ضايت وطلعان عين امه في تمرين، ما يجيش واحد في الشارع يقول لك اصل ده زي ما هم متهمين شون رود، اصل ده من 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 بتوع كمال اجسام، اصل دول بيعملوا كده. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قاعدين على ام الكراسي وبيدمروا مجهودنا. سواء لاعب بيطلع عين امه في الجيم وبيتفحت في التمرين ودايت ومصاريف وفلوس عشان خاطر ناس تانية قاعدة على ام الكرسي تعمل فلوس وتعمل بيزنس وتعمل تجارة سودة. مفيش اتحاد بلا كل الاتحادات بلا قيمة طالما فيهاش لعيبة كمال اجسام، سواء البرو ليج او الاليت. لاعب كمال اجسام هو الدينامو الوحيد المحرك لكل حاجه، ويليه الجمهور اللي بيجي يشجع، ويليهم الشركات بتاعت السبونسر، وبعد كده يجي الاتحاد في الاخر ايا كان الاتحاد. انا اسف، انا مش عارف اهدى بصراحه، انا هفضل مفتوح كده مش عارف اهدى، فانا اسف يا جماعه. صباح الخير، وانا مش قصدي والله ان انا اضايقكم بكلامي ولا بانفعالي، بس سامحوني بالله عليكم. والله الواحد بيشوف مجهوده بيتدمر قدامه فبيتعفرط بيتجنن، فبالله عليكم سامحوني، انا اسف جدا جدا. يلا صباح الخير واحلام سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.